صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو توجيهكم في من فسر الميثاق أنه ما أودعه الله في بني آدم من الفهم والإدراك والعقل؟ هذا من الميثاق. نعم. لا، ما هو هذا هو الميثاق. الميثاق هو العهد. الميثاق هو العهد، لكن ما أودعه الله في الناس من الإدراك هذا ليس هو الميثاق، وإنما هذا يساعد على الوفاء، يساعد على الوفاء بالميثاق. نعم.